غادي ان شاء الله غادي نمشي نقلي شي امور ديالي غادي داكشي علاش انا خلصت الطوموبيل و تنبغيكم بزاف بزاف ان شاء الله باذن الله تعالى غادي يكون داكشي زوين صباح زوين ولا صباح زوين وان شاء الله نكمل لكم فاش غادي نوصل نصور لكم زيد كاس لكم شوف ديروا لي كومونتير ولايك و حتى ابوني فقط تخطو على غادي تلتلمينيس اناسي غادي ان شاء الله المحطة القادمة جدة مني ان شاء الله باذن الله تعالى انا باقي واحد هنا والله انا باقي واحد سمعني انا غندير غنبش لكم غادي الماسك ديال دابا انا قررت المدينه ان شاء الله غادي نصور لكم المدينه شحال هذا الموقع شحال واحد الوقت ما بقاش شاف المدينه في الاصدقاء ديالي هنا ان شاء الله باذن الله غادي نعملوا لنا كومونتير فين وجدتيني ليت شارع الحسن الدين ستاسيون بولفار عملوا لي كومونتير و لايك و ابوني جاك والله هذا الدنيا زين حرامي فاسك مع القضية هي هاد الوقت هاد الوقت والله إلا كنا كان خاصي ديرو نيت لي تورناج في هاد الوقت هنايا في هاد الكوان فاوي والله إلا خاص بلاطو وقت أنا ندير لي بلاطو ديال التصوير في لي تورناج المحطة القادمة ساحة محمد عرفتي علاش؟ الدنيا الدنيا سميتو ما كاين لا صداع لا والو ديك الطريقة ديال غادي يموت غادي يموت ستو اكسيون توحشنا والله توحشنا لي بلاطو ديال والله توحشنا وان شاء الله الله يتزين الدنيا الله يعز بلادنا الله يعز ملكنا وان شاء الله انا معكم حتى غادي نوصلوا لواحد البلاصه فين نوصلوا النافورة اخوتي اللي توحشها هي شي ناس شي ناس باركين نيت ok
حيت ما كاينش شي ناس هنا باقي ناجي بغينا نوليكم نصح السكيبي علينا هاد توحش المدينة ها هي موجودة في الفلوق توحشنا والله توحشنا توحشنا البركة فيها مدينة في زمن كورونا شو الزناقة شو سبحان الله ربي بدلينا الدنيا هالطريقة ومزياني تخوات باش نيت اصلاحتي ادقاد وان شاء الله شوف محطة ساحة الأمم المتحدة ستاسيون بلاس ناسيون جينيك أنا غادي نوريكم على السوق المركزي ماشي سنترال اللي توحشوا يشوفوا في الفلوغ عندي شوفوا الدنيا شوفوا الدنيا سبحان الله قولوا سبحان الله هاد المنطقة هنا قريب ديالنا في غنان هاد المنطقة فين في هاد الموبل قريب في لاكوافيغ دوزت حياتي هنا شي سبع سنين لا ماشي سبع سنين عرفتي تقول لهم سبع سنين هاد السنين ها هو السوق هاد ماشي سونترال مسدود حتى غادي ها طوكيو ها ماشي سونترال شوف العطارات القدام ومرحبا غادي المحطة القادمة محمد جوري خش ستاسيون محمد جوري ها مشيتو المسير مشيت السوق المركزي نسيت حيت سميتو شي ايام قديمة تنقولها سمحولي في ايام زمان كنا تندوزو هادي ماشي سونترال حنا وليناكم في فلوق اليوم داكشي المعتبر محطة محمد الجوري ان شاء الله محمد جوري ان شاء الله خوتي بغيت نوريكم واحد البلاصه دوزت فيها الصون ديالي في هاد البلاصه في كازا بيجو شي هاد الزغده هنا ندوزو وقت هنا وكاين كاين واحد معنا تحت كيحدا الناس داكشي علاش كاين كاين هنايا كاين واحد الجزر كتسمى الملك تنبدع فيها قبال من ايام زمان بروشين
هكا هذا الفياج كيف ولا ماشي انا دوس ان شاء الله دوس هاد الطريق كامله تنوريكم البلاصه فين دست من كنت صغير تندوز في شي هاد البلاصه شحال كتلعب فيها انا والدراري و... هنا شي هاد خصوصا من هاد البلاصه هاد البلاصه طالعين غادي اللي قال اللي قال لا هطلع في صحابي حبابي قولها لي في الكومونتير عرفتي دوزت على حياتي هنا كلها زوينة والله بلاتي شوف شوف هالبوطوار الناس يديروا لي فيستيفال شي تيجيو لي فيستيفالات جميع الفيستيفالات الناس تيجيو فهاد الموقع هادي الطريق ديالي تبدلات الدنيا هنا والله شي فهاد بلاصتي شي هاد البلاصة كنت ديما تنشد البيس ديما تنشد البيس الطريق ديال القديم هادشي ايام زمان الله الا التليفون زوين الاحياء عرفتي فاش جيت هنا خوت جيت حيت عرفتي شنو حيت واحد الحياة بلاصة فين تدوز فيها الصغور وديتي فيها محطة المجلس الختيمة هذه شركة خاصة ب فين واش هذه هذه الشركة كانت يجيبوا فيها الجلد و بحال قلتي هادشي ديال الخرفان و ماشي تيغسلوهم ايام زمان هذا دازت ليام زوين انا المحطة القادمة الحزام الكبير خشن ستاسيون كرون سانتيور انا ليام هي انا ليام هنا دوزت انا ان شاء الله تفوت كورونا فوت بلاتي انا ندور لكم راسي شوف خوتي ان شاء الله تفوت كورونا غادي نجي هاد المناطق كاملين اللي دزت فيكم ونصور لي بلوك خاص فين دوزت وغادي نصور لكم التقدير القديم ديالي فين دوزتو بلا ما تنوزكم ابداع شاء الله ابداعات من بلاصه بلاتي هاد الطريق تندوز فيها حياتي نزيدكم سمحوا لي استغفى سميتو الابداع الاول اللي بدا في الكاسة بدا غادي ان شاء الله غادي سميتو غادي نصور لكم المسطح سميتو السعادة وكاينة تما بداو الناس غيوان وجميع الفنانين والفنانات والمسرح والموسيقى غادي اسمحوا لي انتم عارفين القضية ديال رمضان تيكون
التصميم في البداية ديال الفن الفن المصحي والمكفف وان شاء الله بإذن الله تعالى انا غادي نزيدكم لكم واحد ديبارتمون. شوفوا صور سيدنا شو شوش ابداعات. ها احنا وصلنا قريب للمولاي شريف. كنت دوزت حياتي كاملة هنا. كاين هنا هذاك المحل كاين هنا المحل ديال هذاك الشيخ وخطيب مصطفى قسام. فاشي بيت غادي نطيح سمحوا لي في تيجوجو الناس ها هو المحل. احنا طالعين الحين بمالي الله يتعالى دوز حياتي تنتقاسم معكم الحياة ديالي فين دوز ايام زمان. هنا احنا غادي ندور لكم في اتجاه الاخر غادي يكون فيه المسرح ديال الساحل. شي هاد البلوغ ما يديرو حتى شي واحد الا من غيري حيت الفنان ما تيعرف حق الفن الا اللي بقى شي بعيد البلاصه فين شم ريحه الابداع فين بدا بلاتي. ها هنا هاد البلاصه هنا بداو الفنانين. هيا مقهى السعاده. شوف ايام هنا نبداو الفنانين سينما. في البدايه الفنانين بداو من هنا حي محمدي حاربي بطلاو كل بزاف ناس غيوان جيل جلالة. وغادي نودي ان شاء الله غادي نوريكم مسجد محمد الخامس اللي كاين كاين في محمد اقدم مسجد في الخيام. ان شاء الله نشوف واش قربنا عليه ولا لا. وقيلا هاد الفلوق غادي يكون شي ساعة المكان خاصني نقص منه. ها هو الشيخ هاد هو مسجد محمد الخامس. هنا دوز حياتي كلها حتى هنا. شوف ايام زمان هنا الباطيمات. ونوريكم واحد المحل اللي كاين فيه لا كوافير اول مدرسه. شي هذا اللي فيها تشي ديال عيادة الطب أبراد. فهمتي هنا فين كاين التابعة. هنا دوزت حياتي كاملة في الحلاقة. أول مدرسة الحلاقة قريتها غير هنا. مرحبا هل بعطي مادي الحمد مالي. شوف الصورة دي سنة الله يسلم مزيان حاطينها في الباطيمات. المحطة القادمة
هاد الجامع ديال دورات النيل كان فيه الشيخ محمد عزيز توفيق، كنت نجي ليه و نصلي فيه و كنا تنديرو في التجارة و لما تنجيبو ليها وليت كاين في دورات المذاكرة أيام أيام النادي الحياة هادي ديال الخير عندنا. الحمد لله وحنا تنقاسمو معاكم تشد هاد الطريقة خوت على جديا من بحال صدري حتى للدار حتى للمغرب. هذا واحد الإبداع حنايا واحد شوف سبحان الله حتى الشط قديم وباقي حد الان ايام الشطوات. هاد الطريق كنت نضرب من تما من هنا حتى للدار هاي نيت واحد ان شاء الله نكمل معكم بعد. انا ان شاء الله قرب دابا نوصل وغادي اسقطونا نشوف باش عايزه تغير. انا قربت نوصل ان شاء الله يكون خير ومرحبا. لايك كومنتير و سبسكرايب شيرك على الزابوني مرحبا بكم. احنا وصلنا للترمينيس ديال الترامواي ومرحبا احنا شوفوا الا كان شي بتي تاكسي هنايا يدينا الشركة اللي غادي نمشي لها ان شاء الله. الحمد لله كاينين بعض الحوانت هنا باش نفتح شي ناس وصافي. السلام عليكم. انا كيف الطاكسي الحمد لله لقيتو اخر مره لقيتي منور عبد المجيد. ها هو منور عبد المجيد اللي كاف ليه هو اللي وصلني الشركه اللي غادي نمشي لها دابا وان شاء الله باذن الله تعالى. مرحبا باش مرحبا. السلام عليكم. انا حوش انا في الاناسي مرحبا بالجميع وكنشكركم جميعا المتابعين. انا معكم ان شاء الله نكملوا بلوغ معكم. السلام عليكم اخوتي لاباس عليكم. انا جيت لنهايه ديال
التامين ديال لي ساسفا باش ان شاء الله نطلع للدار ندير شي ندير شي اللي بغينا وان شاء الله باذن الله تعالى راكم عزاز وغاليين نلتقاو.